على حسابي في تويتر. فضيلة الشيخ، وردني في بعض الأسئلة في فهد من أبها يسأل عن قضاء الوتر، يقول أني اعتدت أن أصلي ركعة واحدة، أحيانا يفوتني ذلك أو أنام، فكيف أقضيها ومتى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، صلاة الوتر من السنة المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فلم يتركها صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وقد قيل إن صلاة الليل كانت واجبة على الأمة في أول الأمر، ثم بقي وجوبها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخت في حق بقية الأمة وأصبحت مستحبة. وفضل صلاة الليل عظيم، فصلاة الليل لا سيما في آخره مشهودة، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الليل وحث عليها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع السؤال، أنه إذا فاته حزبه من الليل نام عنه صلى الله عليه وسلم أو مرض، صلاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، لكنه كان يصليه صلى الله عليه وسلم شفعا، كما جاء عن عائشة. ومعنى شفعا أنه كان إذا فاته ركعة مثلا من الليل صلاها ثنتين، إذا فاته كل حزبه صلاه 12 ركعة من النهار. هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه من كان له حزم من الليل فنام عنه أو نسيه، فإنه يصليه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، اللي هو وقت صلاة الضحى تقريبا. من وقت الإذن في الصلاة، ارتفاع الشمس قيد الرمح، إلى وقت الزوال، يصليه شفعا على حسب حاله، إن كان يصليه ثلاثا يصلي أربعا. مثل الأخ فهد يقول ركعة واحدة، يصليه ركعتين من صلاة من الضحى. وإذا كان قد ترك ذلك لعذر، فإنه يكون هذا الترك معذورا فيه، مكتوبا له أجر ما ترك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه فصلاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل، كتب له كأنما صلاه من الليل، هكذا في رواية البخاري. وهذا يدل على عظيم الفضل والأجر، وأنه إذا عذر الإنسان بالترك لمرض أو نوم أو ما أشبه ذلك مما هو عذر، فإنه إذا صلاه في الضحى على هذا النحو كان ذلك بمثابة صلاته من الليل في الأجر والثواب. لو فاته نسي مثلا ولم يتذكر إلا بعد صلاة الظهر، ما لم يتذكر إلا بعد صلاة المغرب، بعد فإنه يندرج في عموم حديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها. وقوله عن صلاة هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صلاة، سواء كانت الصلاة مكتوبة أو كانت الصلاة مسنونة شرع قضاؤها، لأن المسنونات من الصلوات على نوعين: ما ورد قضاؤه كالرواتب وصلاة الوتر، وما لم يرد قضاؤه فإنه يكون سنة فات محلها. وبالتالي كل ما قضي من الرواتب، فكل ما ورد قضاؤه من الرواتب فإنه يندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طبعا الحديث أول ما يندرج فيه الواجبات، لأنه قال لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة إنما تكون في ترك الواجب وفي ترك الثابت المستحق. لكن عموم الفعل، عموم الدلالة في الحديث وهو المشاركة في عذر النسيان، يجعلها مشروع حتى إذا فاتت عن وقتها، بأن تركها حتى مضى الظهر وتذكر بعد الظهر أو تذكر في أي وقت آخر. أحسن. الله أعلم. يسأل كذلك عن اشتراط الكتابة بالفصحى في الرسائل والمكاتبات، يعني هل هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، لكن الفصاحة في اللسان هي من أوجه البيان، وفصاحة اللسان
تقوي العقل نعم. وتعطي الفكرة عمقا، لأن الفصاحة في اللسان هي نموذج عن صفاء في الذهن، عن نعم. قوة في الفهم، لأن اللغة أداة وعاء، فعندما تنتقي الوعاء بأطيب ما يكون وأجمل ما يكون يدل ذلك على حضور ذهن الكاتب. لما أجي أكتب لك مثلا كيف الحال أو نعم. شلونك أو إزيك نعم. أو عامل إيه أو ما أشبه ذلك من الأل، يعني طبعا عامل إيه ماشية، لكن نعم. إزيك مثلا نعم. أو كيف أنت مثلا بكتبها كذا. هذه يعني صح أن قد تكون دارجة وما في إشكال، هي جائزة. نعم. نحن نتكلم عن الجواز، نعم. نحن نتكلم عن المرتبة العليا، لكن أيه. خلاف لما أقول كيف حالك، نعم. كيف أمورك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تكون فيها حضور ذهن عند الكتابة، نعم. يدل على أن المعاني المكتوبة مقصودة. نعم، أحسنت شيخ. نأخذ اتصالات. في فاطمة من كندا. أم فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. اولا عندي ثلاث اسئله. سؤال اول، اسباغ الوضوء على المكاره، ما معنى ذلك؟ الله يخليك. نعم. السؤال الثاني، نعم. انا عندي اطفال صغار وابتديت ان شاء الله ادربهم على الصلاه، وبقرا قراءه القران وانا اصلي بصوت خفيف عشان يسمعوني شويه. نعم، تدربينهم على الصلاه وتقرأين بصوت مسموع؟ يا أقرأ بصوت شوية مسموع يعني خفيف. نعم. وفي بعض الأحيان يعني لما أكون أصلي صلاة الليل أصلي طوال صور مثلا كصورة الكهف وهذا، فأصليها بصوت عشان أسمع نفسي، يعني إذا ما سمعت نفسي ف يعني بتلم. نعم. والسؤال الثالث. السؤال الثالث، سبحان الله، يعني في يوم الميعاد يعني الناس بيمشوا على الصراط المستقيم، نعم، فبياخذوا من يوتى كتابه بيمينه ومن يوتى كتابه بشماله، نعم. هل نأخذ الكتاب قبل المشي على الصراط أم بعد نهاية الصراط كل واحد يأخذ كتابه؟ واضح جدا. ثلاث أسئلة عندك. سؤال، شكرا، الله يخليك، جزاكم الله وألف خير. شكرا. في أبو عمر من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عمر. السؤال الأول، السؤال الأول توجيه للشيخ بأن تكون يعني هل البرنامج هذا يكون للمسلمين خارج السعودية؟ المفروض بالسعودية ما يكون لهم، لأن بالسعودية هو أجل يسألون من عنده ويأثرون علينا، يعني بالنسبة إحنا برا يعني ما جاء نحصل كل نصيب وياهم. نعم، تفضل بأسئلتك. وأنا قبل ثلاث أيام اتصلت وحلفت، قلت إنه حلفت أنا بالنسبة لي حلفت إنه أقول للشيخ ونسيت، يعني هل علي كفارة لو لا؟ على ويش كفارة؟ على ماذا حلفت عليه؟ على الحلفت، قلت له أقول للشيخ أقول له إنه يكون البرنامج خاص للمسلمين من خارج السعودية. طيب، هو البرنامج هذا الآن للمسلمين في السعودية وخارج السعودية. والسعودية عندهم هواي، عندهم علماء موجودين يسألونهم، يعني احنا بالعكس احنا البرنامج هذا الآن، البرنامج هذا فتح في الفضاء، يعني ونستقبل أسئلة من كل البلدان. مين الفضاء؟ خلي يستقبل فقط بالنسبة لهم برنامج خاص بهم هم. طيب، عندك أسئلة أبو عمر؟ عندي سؤال، جلسة الاستراحة. نعم. جلسة الاستراحة بالصلاة الرباعية. إيه. في نهايه اي رقعه؟ واضح جدا. عندك سؤال ثاني ابو عمر؟ السؤال الثالث، انا اصلي كل اركان الصلاه اصليها قائم، لكن تب السجود اصلي على الكرسي، اليدين يقولون تحطهم على ركبتين، يعني يتطلع من ركبتين لولا الهيئه، بكتب الشيخ يشوفني من الهيئه. نعم، أنت تصلي كل الأركان وأنت واقف إلا السجود. واقف، لكن بالسجود لا، أصلي على الكرسي، يعني على الكرسي. أقعد على الكرسي، أقعد. وتطلب كيفية السجود على الكرسي؟ كيفية شلون اليدين، تدي اليدين شلون تكون وضعتين، تطلع من الركبة، يقول لك تحطن على الركبة، يطلع من الركبة لو ما يطلع عن. طيب، عندك سؤال ثالث أبو عمر؟ لا، يعني شكرا، رحم الله واجهكم. شكرا. في أسئلة من التليفون؟ من عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي البنت كانت بالبيت في عمره وكانت يعني أعد سؤالك عمره. أعد سؤالك. البنت يعني بالبيت وكانت حائض. بنتك اعتمرت وهي حائض؟ أيوة، وطلبت البيت المجهد أنه وقبل العمرة ثانية وطلعنا من مكة الحين. وقت الطواف كانت حائض؟ اي كنت تعلم انت؟ يجوز اني ادخل هنا بعمره ثانيه، بس يجوز اني اوكل على الهدي وانا خارج مكه. الشيخ تبي تساله في فيها شيء؟ يقول طافت بنته وهي حائض في عمره. ها؟ ايوه. طيب انتم تعلمون بهذه الحال؟ يعني انت كنت تدري انها حائض؟ ان الرقم الذي طلبته. طيب انقطع الخط. فيه اتصالات. أم محمد من العراق. أم محمد من العراق. مختار من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل مختار. يا شيخ، صيغة الصلاة على النبي، صيغتها. صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. نعم. والشيخ عندي سؤال واحد. نعم. توفي والدي بسبب مرض. نعم. ولم يصوم شهر رمضان. نعم. فهل يجوز لأمي أن تصوم ذلك الشهر؟ لم يصوم رمضان واحد، رمضان الماضي. رمضان واحد. نعم. وتسأل هل يجوز لك أن تصوم عنه؟ أمي، هل يجوز لأمي؟ إيه. أن تصوم عنه. سؤالك الثالث. سؤالي الثالث، بعت شاة لشخصي لا أعرفه. نعم. بالسوق وهي مصابة بجنون. نعم. بإيش؟ هي مصابة بالجنون. مصابة بجنون يتعلق بالشاة هذه يعني. نعم. كيف جنون؟ كيف لحظة يا أخي، كيف جنون؟ نعم. كيف عرفت أنها مصابة بالجنون؟ كان سمينة وبدأت تنقص. نعم. أصبحت هزيلة. ولم أخبره بذلك، لم أخبر ذلك شخص بهذا الجنون، فماذا أفعل؟ هذا يسمى جنون، كونها تنتقل من سمينة إلى هزيلة يسمى جنون. الله أعلم، عندي شك 100%. ما هو شك 100%، يقين. يقين. ايه، مئة بالمئة. بقي شيء. طيب. أخ مختار، أنت سبقا سألت الشيخ الشبيلي هذا السؤال. سألته بس ما كملش السؤال. طيب نسأل الشيخ، عندك سؤال آخر؟ صحيح شيخ، الله يحفظك شيخ. الله يبارك فيك، شكرا. معنا عبد الله من العراق. أم إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. صلى الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، إذا صليت خلف الإمام أنا ونسيت واجب قولي مثل قول سبحان الله العظيم في الركوع. نعم. هل يتحمل عني الإمام من سهوي؟ نعم. أما أنا أسجد للسهو بعد سلام الإمام. عرضنا هذا السؤال بالأمس لكن يبدو لم تكوني متابعة، نعيده إن شاء الله. سؤال آخر. السؤال الثاني، إذا كنت أنا مسافرة ودخل علي وقت صلاة المغرب في الطريق. نعم. هل يحق لي أن أجمعها جمع تأخير إذا وصلت إلى بيتي يعني مع صلاة العشاء؟ كذلك سألتي الشيخ الفوزان قبل. أنا سألت الشيخ الفوزان بس ما أجاب عليه. لا أجاب في الحلقة. يراجعون التسجيل إذا سألوا خلاص. نعم، راجع التسجيل. في سؤال ثالث. السؤال العافية، إذا قد كبار السن أسمع يقرأ يبدأ يشرح في قراءة الفاتحة قبل أن تتم قائمة، هل هذا صحيح ولا؟ كيف أعيدي؟ يشرح في قراءة الفاتحة قبل أن يتم قائما. الإمام ولا المأموم ولا المنفرد؟ لا المنفرد. نعم. قبل الفاتحة ومضى بالستم قائما، هل هذا صحيح ولا لا؟ طيب بالنسبة للسؤالين راجع الحلقتين الماضيات ستجدين الجواب بإذن الله. وين في تطلع التفات نفس القناة؟ في اليوتيوب طبعا، لو تكتبين يستفتونك تطلع حلقة الأمس وقبل أمس بإذن الله. شيخنا أبو عمر من
طيب ناخذ ابو محمد من الجزائر. محمد من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي اخوي عندي اسئله. نعم. السؤال الاول، نعم، ما حكم ركوب المراه، نعم، ما ابنتها الراشده مع سائق الاجره داخل المدينه؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها في سيارته مع وجود الأخت، يعني زوجته وهي ابنتها، مع وجود أختها معها؟ طيب نأخذ أبو محمد من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي أربع أسئلة. تفضل. بدي أسأل بالنسبة لصلاة الضحى، مين أفضل، أي وقت أفضل إشي إلها؟ نعم. السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، سورة الكهف قراءتها يوم الجمعة سني ولا لا؟ أنا سمعت أنا مش سني عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قراءتها سنة ولا واجب يعني؟ يعني سني ولا لا؟ نعم. بعدين بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، صلاة المغرب وصلاة الصبح، بالنسبة للمعوذات بنقرين ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟ المعوذات بعد الصبح والمغرب. بعد صلاة الصبح والمغرب. السؤال الرابع، إذا واحد مثلا بدها مثلا تشطف لابنها الصغير بنقول وضوءها ولا لا؟ إذا إيش؟ فبدها تغسل لابنها مثلا الأم، نعم، الأم بنقول الوضوء ولا لا؟ طيب عندك سؤال رابع. هذه أربع تسلم. أسئلة. تسلم. شكرا. شكرا لك. طيب نبدأ معك فضيلة الشيخ بأسئلة أبو عمر من العراق، يسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة الرباعية متى تكون؟ جلسة الاستراحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد الرفع من السجود الثاني وقبل القيام في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، لأنه في الركعة الثانية هناك جلسة التشهد، وفي الركعة الأخيرة هناك جلسة التشهد التي يعقبها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم التسليم. فجلسة الاستراحة جلسة خفيفة لطيفة تكون بعد الرفع من السجود الثاني في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية. هذه الجلسة وتسمى جلسة الاستراحة لأنه يستريح بعد السجود وقبل القيام. اختلف العلماء رحمهم الله في سنيتها، هل هي سنة مطلقا أم هي سنة عند الحاجة أم أنها ليست بسنة؟ نعم. والعلماء لهم في ذلك ثلاث طرق. جماهير العلماء أنها ليست سنة إلا عند الحاجة، هذا الذي عليه الجمهور. وقيل الجمهور المحدثين على أنها سنة مطلقا لمن احتاج ومن لم يحتاج. طيب كيف عند الحاجة؟ يعني لما يكون الإنسان مثلا مريض ويحتاج بعد السجود إلى نوع من الارتياح حتى يقوم وقد أخذ قسطا من الراحة، لأنه القيام مباشرة من السجود للعليل المريض يتعبه، وبالتالي أو كبير السن، فبالتالي يجلس. طبعا هذه الجلسة جلسة لطيفة، ليست جلسة ممتدة وطويلة، ولذلك ليس فيها ذكر، وإنما يقول الله أكبر عند رفعه من السجود، عند رفع رأسه، ثم يستوي قاعدا كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتفع ثم يقوم بعد أن يجلس جلسة خفيفة، وهذا هو بعد أن يستوي جالسا، وهذا هو ما يتعلق بجلسة الاستراحة. الراجح من قول العلماء أنها ليست سنة إلا إذا احتاج الإنسان إليها، إما لكبر أو لمرض أو لعارض. نعم. وإلا في الأصل أنه إذا رفع رأسه من السجود لا يستوي قاعدا بل يقوم مباشرة. نعم. طبعا في الصلاة الرباعية تكون بعد الركعة الأولى والثالثة. نعم. نعم. وفي صلاة المغرب والعشاء، نعم، وسائر النوافل التي من ركعتين تكون بعد الأولى فقط. بعد الأولى. يسأل كذلك عن، يقول، يصلي أركان الصلاة قائما ما عدا السجود، يسجد وهو على الكرسي، ويسأل عن صفة السجود وهو على الكرسي. أي هو الأصل في السجود أن يكون على الأعظم السبعة. نعم. لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي أنه قال أمرنا
أن نسجد على سبعة أعظم. وسبعة أعظم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا جاء في حديث آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى كفيه وركبتيه وقدميه وجبهته مع الأنف. هذه سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف، هذا ما أمر المصلي أن يسجد. ولا يتحقق السجود إلا بوضع الجبهة على الأرض. ولذلك إذا عجز الإنسان عن أن يسجد بجبهته على الأرض وليس على شيء يرفعه ليضعه على وجهه، إنما على الأرض، فإنه يسقط عنه السجود لعجزه. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. ومعلوم أن اللي سيصلي على جنب لن يسجد ولن يركع، لأنه بلغ به المرض ومبلغ لا يتمكن معه من 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 ركوع ولا سجود. ماذا يصنع من أراد السجود جالسا؟ طبعا قبل ماذا يصنع أنبه إخواني إلى أن هناك نوع من التساهل من بعض المصلين في الصلاة على الكرسي، سواء ابتداء أول ما يجي يجلس، أو يقول الله أكبر ويجلس، أو إذا جاء السجود يجلس على الكرسي ولا يسجد على الأرض. وأنا أقول هذا نوع من إذا كان تفريطا فهذا يبطل الصلاة. إذا كان هذا تفريطا فإنه يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 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 سبعة أعظم، فلا بد من السجود على هذه السبعة أعظم. ولا يتحقق سجود إلا بهذا. فإذا لم يسجد على جبهته وباقي ما أمر بالسجود عليه فإنه لا يتحقق له السجود الواجب. فلو أومى وهو جالس وهو يستطيع أن يسجد لا تصح صلاته إذا كانت فريضة. ولذلك ينبغي التنبه لهذا، النبي ما جعل المسألة خيارية بل قال صلي قائما، فإن لم تستطع انتقل المرتبة الثانية فقاعدا، فإن لم تستطع فجالس انتقل المرتبة الثالثة. وبالتالي لابد من هذا التدرج. أما أنه تشوف شخص أحيانا يركض ويجري ويمكن يقامز الجدران يعني من نشاطه، وإذا جاء للصلاة قال الله أكبر وجلس، مو صحيح هذا. يعني الذي أعطاك هذه القوة، طبعا قد يقول قائل أنه لا في علة، نعم هو بينه وبين الله، حنا محن بين الناس وبين رب العالمين، إلا من حيث التبيين لشرع رب العالمين. أما من حيث المحاسبة فالله الذي يعلم ما يكون من الناس. لكن أنا أشاهد وأعرف من أحوال بعض الناس أنه ما عنده مشكلة، لو تقول له تفضل اجلس على شاهي أو على الأرض أو طعام ما عنده مشكلة، جلس وتهيأ لجلوس معين حتى لو كان عنده إشكالية، لكن تهيأ على جلوس معين ما يشق عليه. نقول كذلك في السجود يا أخي، اسأل عباد، إذا كنت تجلس على الأرض لنزهة أو لسالفة أو الفنجال شاهي، يا أخي اجلس على الأرض للسجود لرب العالمين. أعظم هيئة يتقرب بها العبد إلى ربه ويتلذذ فيها بمناجاة مولاه هو أن يكون ساجد. ليش يحرم نفسه هذه النعمة؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا كنت تسجد على بالإيمة وأن تستطيع في الفرائض وأن تستطيع أن تسجد بكامل أعضائك التي أمرك الله بالسجود عليها فإنك لم تأتي بما يجب. طيب معذور لا يستطيع السجود لعملية في قدميه أو لشيء في رأسه أو لشيء في عينه لأنه العلل الكثيرة، ماذا يصنع؟ يومي. كيف يومي؟ يعني يشير يفعل من الانحناء ما يكون أقرب إلى السجود على حسب حاله، إن كان جالسا أو إن كان على كرسي. فالإمام مثلا في وكذلك وضعية يديه. لا هو شف فيما يتعلق، أنا أقول ليت المخرج يجيبه بسرعة عشان يشوفون الأخوان على وجه صحيح. يعني أنا أريد الآن أن أسجد وأنا على الكرسي، فكيف أسجد؟ بعض الناس يقول كذا، إذا كنت تستطيع أشد من هذا أكثر من هذا فافعله، وهو أن تقول هكذا هكذا تكون ساجدا. إذا طبعا هنا بالنسبة لوضع اليدين ما يلزم أن تضع اليدين، أقصد تكون على الركبة، لا ما هو بلازم حتى اليدين هذه، إنما هي هيئة يعني إعانة له على السجود، وإلا ما يلزم أنه يضعها على يعني. ملاحظة أنه بعض الناس إذا مثلا عفوا أنا لو ما أخاف أنه ما يجيب لا هو هذا لو جلسنا على الأرض. طيب لو جلسنا على الأرض مثلا، بسم الله، الآن هذه الصفة، الآن هذه الصفة أنا أصلي جالسا، ها لا أستطيع الجلوس لا أستطيع السجود. بعض الناس يسوي كذا،
يضع يديه لأنه ساجد، هذا ليس لازما، لأنه إذا سقط السجود بالجبهة فإنه يسقط ببقية الأعضاء. طيب ماذا يصنع؟ يمكن أن يفعل هكذا في السجود، هكذا أو ما، وإذا كان يريد هناك ركوع وسجود فإنه يكون الركوع هكذا والسجود هكذا، أشد يعني أشد انحناء ليميز بين الركوع والسجود. أحسن. أرجو أن يكون أخونا أبو عمر رضى عنا، لأنه والله إن شاء الله إن شاء الله لأنه شوي يعني هو زعلان ما أدري يعني، يقول المفروض يكون ما تستقبلون انتصارات من السعودية. لا هم على كل حال أنا اللي أعرفه من سير هذا البرنامج إنه الإخوان يقدمون الاتصالات الخارجية على الاتصالات الداخلية، هو كذلك وفي كل خير إن شاء الله. أحسن. والمقصود التفقه في الدين من سعودي أو من عراقي أو من أي أحد. أحسن. فالبرامج هذه تنفع الجميع وكلنا مسلمون الحمد لله. أم فاطمة من كندا سألت عن كيفية إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره ما معناه وكيف؟ فضله عظيم. نعم. جاء فيه ما رواه مسلم من حديث يعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أول ما ذكر، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فبدأ أولا كلها تتعلق بالصلاة، لاحظ انه يرفع الله به الخطايا، كلها تتعلق اللي ما يصلون محرومين. سبحان الله. شوف كل هالفضائل التي يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا تتعلق بعبادة الصلاة. وهذا يدل على فضلها، مقدمتها ولواحقها. شوف الوضوء، إسباغ الوضوء قبلها، وكثرة الخطى هو في الوصول إليها، ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة، انه تجلس قلبك معلق بهذه العبادة فتجلس، سواء حتى انتظار الصلاة، بعض العلماء يقول لا يلزم أن يكون انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، بل حتى لما تخرج أن تنتظر صليت المغرب تنتظر صلاة العشاء، قلبك معلق بالصلاة. نعم. تنتظر، هذا من الرباط الذي يدخل في قوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا فضل إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء؟ الإسباغ هو التعميم، هو الشمول، هو الإتمام، هذا هكذا فسره العلماء، ومنه قول الله تعالى وليس الإسراف، طبعا من غير إسراف. نعم. ومنه قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي شملكم. نعم. أي عمكم، أي أتم لكم نعمه في الظاهر وفي الباطن. فقوله إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمام الوضوء بتبليغ الماء العضو. طبعا هذا لا يعني انك تتوضا بجالون وانت يمكن ان تتوضا بكوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد، وانا اقول المد لو اردنا ان نبينه لاخواننا هو ملء، هذا هو ملء، هذا هل ياتي تقريبا؟ لا لا، اقل من هذا، أقل من هذا. انت لو تملا يدي بهذا يمكن نصف الكوب هذا. صحيح. يملا ما بين يدي. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وهو اطهر الناس واحرصهم على الإسباغ وأكملهم عبادة، يتوضأ الوضوء الكامل، مع أنه كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، عظيم الأعضاء صلى الله عليه وسلم، يتوضأ بنصف كوب. فإلى أولئك الذين يسرفون، اتقوا الله في الماء، فإنه نعمة تحفظ وتصان ولا تهدر بحجة إسباغ الوضوء. إذن إسباغ الوضوء هو التبليغ، يعني الآن عفوا لما أقول إسباغ الوضوء يعني هو أن الماء يشمل العضو كامل. الآن لما أفعل كذا، الآن أنا أسبغت أصبعي. نعم. أسبغت أصبعي لأنه عم الماء جميع الأصبع. إحنا اليوم استعملنا وسائل تعليمية. الله ينفع. طيب هذا معناه؟ سم؟ هذا معنى إسباغ الوضوء. هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره. على المكاره. إيش معنى المكاره؟ يعني على ما يكره الإنسان. أحيانا إسباغ الوضوء يكون مما تكرهه النفس، يتأذى منه الإنسان، مثل الشتاء الآن. أيوة. لما تيجي صلاة الفجر وتبي تتوضأ وليكون السخان شغال، أو يتأخر مجيء الماء الدافئ وأنت بتوضأ حتى تدرك الصلاة، أحيانا تقول يعني في 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 هذا فيه نوع من الأذى. قد تتوضأ بأدفى ما يكون من الماء ثم تخرج يجيك ماء بارد، يجيك هواء. هذا من إسباغ الوضوء، كله داخل في إسباغ الوضوء على المكاره. ومثله أيضا في أيام الحر. صحيح. عندما تتوضأ بالماء الحار أحيانا. نعم. في بعض المناطق الماء يعني تجد له حرارة تجزع منها، هذا أيضا يدخل في ما يتعلق بإسباغ الوضوء على المكاره. أحسنت. وأيضا من المكاره أن يكون إنسان مريضا مثلا، قد يكون الماء معتدلا لكنه يعني فيه مشقة، فيه ما يكره. نعم. لكن ما دام أنها مشقة لا تخرجه إلى حال العجز، ف
فإنه يدخل في قوله إسباغ الوضوء على المكاره. أحسنت. أم فاطمة كذلك تسأل تقول أحيانا أدرب الأطفال على الصلاة فتقرأ بصوت واضح يسمعونه الأطفال، تصلي وتجهر قليلا بصوتها. لا بأس إلا على وجه التعليم. نعم تعلم في النوافل لا بأس، وأما الفرائض فالأولى ألا تجهر إلا فيما فيه الجهر وتسر فيما فيه الإسرار. تسأل كذلك تقول أحيانا أقوم الليل وأثناء قيامي في الليل أجهر بالتلاوة قليلا لأسمع نفسي. لا بأس، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الذي ذكرت هو من الوسط بين الجهر والمخافتة. أحسنت. سألت كذلك عن يوم القيامة، تقول يؤتى الناس كتبهم باليمين وبعضهم بالشمال، هل يكون ذلك قبل الصراط أو بعد الصراط؟ لا، هذا قبل الصراط، لأنه ما من جاز الصراط نجا، ولا يبقى إلا ما يكون بين المؤمنين من غل وضغائن يطهرهم الله تعالى منها بعد اجتياز الصراط، لكن ما في أحد يجتاز الصراط وهو يأخذ كتابه بشماله. نعم. لا يكون ذلك إلا قبل، يأخذ الكتاب باليمين، أخذ الكتاب باليمين، والشمال هو عند فصل القضاء، عند مجيء رب العالمين لفصل القضاء بين العباد. فإذا جاء الله تعالى لفصل القضاء جل في علاه سبحانه وبحمده تطاير، يوزن أعمال الناس فتتطاير، فأخذ كتابه بيمينه، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله. نعم. وأخذ كتابه وراء من وراء بشماله من وراء ظهره. أسأل الله أن يجعل كتابنا بيمينه. يا الله يا ربي من فضلك. عبد الرحمن من السعودية سأل سؤال وانقطع الاتصال، كان يسأل يقول بنتي اعتمرت وهي حائض ثم انقطع الاتصال. أي نعم، هو على كل حال لا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض. هذا اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكانت قد حاضت رضي الله عنها قبل وصول مكة، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أراد المسير في طواف الوداع أخبر أن صفية حائض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحابستنا هي؟ فدل ذلك على أن الحائض لا تطوف. ولما قيل له إنها قد طافت يوم النحر طواف الحج، لأنه إذا ما طافت طواف الحج يحبسها ذلك حتى تطهر ثم تطوف، قال إنها طافت يوم النحر، قال فأذن بالمسير لأنه يسقط طواف الوداع عن الحائض. فلا يجوز الحائض أن تطوف وهي فلاجز المرأة أن تطوف وهي حائض، فإذا طافت وهي حائض فإن طوافها لا يصح، وعليها أن تعيد الطواف لأن طوافها غير صحيح. فإن كانت قد تحللت فإنه يقال لها تحللك هذا لا يفيدك الحل، بل ما زلت على إحرامك، اذهبي طوفي طواف عمرتك وقصري، ولا بأس كونها سعت بعد ذلك، أن هي قد سعت بعد طوافها السابق، سعيها ذاك يكون قد قدمت فيه السعي على الطواف، وتقديم السعي على الطواف لجهل أو حاجة لا بأس به. بارك الله فيك. سأل مختار من الجزائر يسأل عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كيف نصلي عليك. نعم. جاء ذلك في حديث أبي مسعود، وفي حديث كعب بن عجرة، وفي حديث أبي حميد الساعدي، وفي حديث أبي موسى الأشعري، وفي حديث عبد الله بن مسعود. فجاء عن جماعة من الصحابة أنه سئل صلى الله عليه وسلم، فقيل له كيف نصلي عليك، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الأكثر ورودا، جاء في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء هذا وهذا، لكن الأول أكثر، ولذلك هو
أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأوفاها. طبعا بعض الناس يزيد اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على نبي الرحمة الله، ويأتي هذه الزيادات هي من حيث الإباحة مباحة، لكن في الصلاة ينبغي أن يحرص على أن لا يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم أصحابه كيف يصلون عليه، فلنلزم هذه الصلاة. ولكن لو صلى بأي صلاة، لو قال عليه الصلاة والسلام أو اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم، فإنه يجزئ ذلك. محسنت. سأل كذلك مختار من الجزائر، يقول توفي والده بسبب مرض ولم يصم رمضان الماضي، يسأل هل يجوز لأمه اللي هي يبدو زوجة والده يعني أن تصوم عنه؟ إذا كان قد أدرك وقتا يمكنه القضاء فهنا يسن ويشرع لوليه أن يصوم عنه، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا إذا أدرك مدة يستطيع معها القضاء، لكن مريض ومات في أثناء رمضان، بقي 10 أيام مريض ولم يصم ومات في أثناء رمضان، هذا لم يدرك مدة يمكنه القضاء، فهنا لا قضاء عليه، لا 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 قضى عليه، ولا يندب لأوليائه أن يقضوا لأنه ما أدرك وقت أمكنه القضاء، وإنما يكون القضاء فيما إذا أدرك وقتا يستطيع معه القضاء. أيضا لو أنه مرض وامتد مرضه حتى مات بعد رمضان فإنه لا قضاء عليه في هذه الحال. نعم يعني لا يقضي عنه وليه لأنه لم يثبت. ليش ما يقضي عليه؟ ما ثبت عليه القضاء. نعم هو مات قبل ثبوته في ذمته. نعم. إذ إنه أذن الله له أن يؤخر ولم حتى يتمكن، ولم يدرك وقتا يتمكن معه من القضاء. لكن إنسان صام مرض 5 أيام في رمضان. نعم. وأفطر. نعم. ثم أدرك الفطر الصحيح المعافى، وأدرك إلى مات في 20 من شوال. نعم. يقال لأوليائه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ليش؟ لأنه هذا أدرك مدة يستطيع فيها القضاء ولم يقضي، فثبت فتحقق أنه مات وعليه قضاء فيصام عنه. أما الذي مات في أثناء رمضان أو امتد مرضه هذا لم يدرك، فلا يتحقق في أنه مات وعليه صيام. والله أعلم. ولا عليه شيء. ما عليه شيء. لا ما عليه شيء. يسأل عليه الله يغفر له ويرحمه. يسأل عن، يبدو أن سؤال كرر طرحه، اللي هو يقول بعت شات لشخص وهي مصابة بالجنون، يبدو أنه لم يتحقق من ذلك، وسبق سأل هذا السؤال، يرجع جلس لجواب الشيخ السابق. طيب أم إبراهيم من السعودية سألت 3 أسئلة. نسمح خاطر ونجاوبه؟ تفضل. يعني على كل حال إذا كان يعلم بمرضها يجب أن ينصح. نعم. البيعان بالخيار ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق هذا الإخبار بالواقع وبين هذا كشف الحقيقة بورك لهما في بيعهما، وإن كذب هذا الإخبار بخلاف الحقيقة. هما كذب. نعم. يقول بعت بس ما علمته ما أخبرته إن فيها مرض، وكتم هذا إشكاليته إنه كتم المرض. نعم. محقت بركة بيعهما. فإن كنت تعرف الرجل فأخبره، يقول والله يا أخي ترى هذه فيها بلاء، عاد تصنيف هذا المرض إنه جنون أو هزال. نعم. أو اللي هو ما علينا منه، ليس لنا دخل في التصنيف، إنما هي مريضة كانت سمينة وانتقلت إلى مرض ولم يخبر به، فهنا لم يكن قد أخبر بالحقيقة، كتم، فتبرأ ذمته بالبحث عن المشتري وإخباره بالحقيقة وتعويضه إذا كان باعها بثمن السليمة. إذا كان لا يدركه ولا يعرف أين هو يتصدق بقيمة بالفرق بين إخباره بالمرض وعدم إخباره، يتصدق بهذا الفارق عن من غشه بهذه الشات. أحسن الله إليك. محمد من الجزائر سأل عن حكم ركوب المرأة مع سائق الأجرة داخل المدينة. للعلماء إذا كانت السيارة مفتوحة وفي مكان مأهول. نعم. للعلماء في ذلك قولان، منهم من يرى أن هذا نوع من الخلوة. نعم. أو هذه خلوة، منهم من يرى أنه ليس بخلوة، وأنا أقول هذا فيه إشكال ينبغي تجنبه إن ما استطعنا إلى ذلك سبيل، لا سيما مع المرأة التي تركب مع رجل أجنبي لا تعرفه بالكلية، يعني أقصد ليس معروفا ولا موثوقا به، هو من مظان الفتنة، فلا يكون إلا في أحوال الاضطرار ومس الحاجة. سألت كذلك عن حكم ركوب المرأة مع زوج أختها
مع وجود الأخت ما في مشكلة، هذا لا حرج فيه، ليس فيه خلوة. وذلك أنه مع ثالث، فليس خاليا بامرأة أجنبية. نعم. أبو محمد من فلسطين سأل عن صلاة الضحى، فضلها ووقتها. صلاة الضحى هو يقول أي ما هو أفضل أوقات صلاة الضحى؟ نعم. هذا سؤاله. صلاة الضحى أفضل أوقاتها ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث زيد بن ثابت، زيد بن أرقم رضي الله عنه، أنه خرج، أنه رأى أناسا يصلون الضحى فقال أما إنهم قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. نعم. هم يصلون الضحى، قال أما إنهم قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فأفضل صلاة الضحى هو عند اشتداد الحر قبيل الزوال، وهذا هو الذي يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين يعني كثير الأوبة حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي الفصال هي صغار الإبل، وترمض أي يصيبها حرارة الرمضاء، حرارة الأرض، فتجدها تقوم، ما تقوى على البروك لشدة الحرارة. هذا هو أفضل الوقت، وهو ما آخر وقت الضحى قبيل الزوال. نعم. طيب نكمل أسئلة أبي محمد بعد قليل. معنا أم محمد من السعودية. أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكلمت يا شيخ، معنى الاحتساب هل هو مجرد النية؟ إيش أم العمل؟ يعني الاحتساب لعمل لوجه الله، خاصة وجه الله، هل الاحتساب هو النية أو ماذا يعنى به؟ أنت ستعملين عمل لله عز وجل وتسألين. نعم. كيفية كل الاحتساب عملي. كل. نعم. يومي وليلي احتسب. نعم. يومي وليلي بكل عمل صالح، بكل نفقة، بكل إحسان. نعم. هل هو النية أم ماذا يا أخي؟ إيش في غير النية؟ يعني إذا كان الاحتساب ليس النية، ماذا يكون؟ بالتلفظ تقصدين؟ نعم. طيب. المعنى هل هو التلفظ؟ ايه؟ أم ماذا؟ سؤال ثاني. كفارة الصيام، والدي توفت قبل شهر رحمة الله عليها وعلى جميع المسلمين، كفارة الصيام نعم مقدارها، وهل أوزعها كاملة إلى أسرة أو إلى شخص؟ متى توفيت والدتك؟ لا، توفت والدي قبل الشهر، لكن تقريبا 3 أعوام لا تستطيع الصوم أو لا تدرك الصوم. نعم. جزاكم الله خير. شكرا. معنا من؟ أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سمحت عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول: إذا نسي المصلي سجود السهو وتذكر بعد صلاة السنة أو بعد الفريضة اللي بعدها، نعم، يسجد ولا يكون راح؟ نسيتي صلاة سجود السهو وتذكرتيه بعد السنة. أي بعد السنة أو بعد الفريضة اللي بعدها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: في أذكار الصباح والمساء عرفنا أن هي مش شرط أن هي تبقى جملة واحدة، كيف؟ واحد. أذكار الصباح والمساء مش شرط ان هي تتقال مره واحده. اعيدي، معلش معلش. السؤال: في اذكار لازم تتقال قبل الشروق وقبل الغروب، ايه هي الاذكار دي؟ الاذكار قبل شروق الشمس وقبل غروبها. ها. اللي هي يجب ذكرها في الوقت ده. في سؤال ثالث. السؤال الثالث: اذا كان الواجب في حال المسلم اتهام نفسه والخوف عليها من النفاق، فكيف يسلم من الوقوع تحت الآية التي تقول يحسبون كل صيحة عليهم؟ يعني المسلم اللي يخاف على نفسه من النفاق. أيوة. كيف يعني؟ وضحي شوي. يعني إزاي ما يندركش تحت الآية اللي هي يعني إزاي هو لازم أنه يلزم نفسه أنه يتهم نفسه بالنفاق أنه ما يبرأش نفسه انه يسلم من النفاق؟ طيب. وفي نفس الوقت ازاي ما يقعش في الايه اللي هي يحسبون كل صيحة عليه؟ واضح واضح. واضح ولا؟ واضح واضح. شكرا ام عبد الله، بارك الله فيك. نكمل اسئله ابي محمد من فلسطين.
يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عن حكمها، هل هي واجبة أو سنة؟ لا، هو يقول هل هي سنة أو لا. أما الوجوب ما أحد قال بوجوب قراءة الكهف يوم الجمعة، إنما اختلف العلماء هل مما يستحب من الأعمال يوم الجمعة قراءة الفاتحة، قراءة الكهف، سورة الكهف، أم أن قراءتها لم يثبت فيها فضل خاص في يوم الجمعة. للعلماء في ذلك قولان بناء على اختلاف روايات الحديث، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث من قرأها يوم الجمعة، وثمة أحاديث ليس فيها ذكر يوم الجمعة. المحققون من المحدثين اختلفوا في هذا، فمنهم من قال رواية من قرأها يوم الجمعة محفوظة، ومنهم من قال إنها رواية شاذة، والمحفوظ من قرأ سورة الكهف أضاء له سبعة أيام بدون تحديد يوم، دون تحديد يوم. فالذين رجحوا رواية القراءة، رواية ما التي ليس فيها ذكر الجمعة، قالوا هذه فضيلة تتعلق بقراءة سورة الكهف في كل الأيام. والذين أخذوا بالزيادة قالوا إن الفضيلة تختص يوم الجمعة، فقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها مزية. طبعا هذا مبني أيضا على اختلافهم في أصل ثبوت الحديث، هم اختلفوا في الروايات، وهناك من يرى أن الحديث بكل أوجهه ما فيه ذكر الجمعة وما لا ذكر فيه للجمعة ضعيف، ومنهم من يرى أنه صحيح، واختلفوا في ثبوت لفظ الجمعة من عدمه. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يسن قراءتها، أنه يستحب قراءتها يوم الجمعة، لمجيء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومجيء ذلك عن جماعة من الصحابة يرجح رواية ثبوت هذه الفضيلة في يوم الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليك. سأل كذلك عن الأم إذا غسلت لابنها ولمست عورته، هل يضر ذلك في وضوئها؟ لا يضر ذلك في وضوئها. مس عورة الطفل وغير الطفل إذا اضطر أو يحتاج إلى ذلك لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خرج منه شيء لشهوة. نعم. سأل سؤال كذلك يتعلق بسؤال أم عبد الله من السعودية، هو سأل عن قراءة المعوذات قبل الفجر وقبل المغرب، كم عددها؟ وأم عبد الله سألت عن الأذكار قبل شروق الشمس وقبل غروبها. أذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى إلى الضحى، وأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، إلى وقت صلاة العشاء واشتداد الظلمة، هذا وقتها. من الأذكار ما جاء مقيدا بليلة، فهنا يسن أن يقولها بعد المغرب. مثلا من قرأ خواتيم سورة البقرة، الآيتين في خواتيم سورة البقرة كفتاه، هذه في ليلة. من قرأ آية الكرسي في ليلة، هنا هذه فضيلة تتعلق بالليل. ما ذكر فيه الفضل منوطا بكونه في ليلة، فهذا الأفضل والأقرب في تحصيل هذه الفضيلة أن يكون بعد المغرب. وأما ما جاء من أنه يقال في أذكار المساء، فهو يشمل ما بعد العصر إلى اشتداد الظلمة من الليل. نعم. هي تسأل عن الأذكار، يبدو أنها متوفرة وموجودة. يعني نعم، كتب الأذكار كثيرة، وأنصح كل أسرة أن تقتني كتابا من الأذكار، من كتب الأذكار الصحيحة، كصحيح الكلمة الطيب، كالأذكار للنووي، ككتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وكحسن المسلم، وهو من الكتب الشائعة الشهيرة المنتشرة. كل هذه من الأذكار، من الكتب التي اقتناؤها مفيد، إضافة إلى أنه اقتناؤها يجدد العهد بألفاظ هذه الأذكار، لأنه أحيانا مع طول العهد يسقط الإنسان كلمة، يزيد كلمة، يصيبه نسيان شيء. أيضا فائدة ثانية غير قضية التذكير باللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحضار الأجر. أحيانا نحن نقول الذكر ولا ننسى مع التكرار الفضيلة والأجر، فنكسل عندما نراجع هذه الكتب، كتب الأذكار، ونقرأ الفضائل، سواء من خلال الكتب اللي ذكرت أو من خلال رياض الصالحين أو من خلال ما تيسر حتى من المسموع من طريق النت أو غيره، تنشط نفوسنا
في المحافظة على هذه الأذكار. صلى الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هو سأل بالذات عن المعوذات، يبدو قل هو الله أحد والمعوذتين. أيوة. كم مرة قبل الفجر وقبل بعد الفجر وبعد المغرب؟ ثلاث مرات. الوارد أنه ثلاث مرات بعد الفجر وثلاث مرات في الليل. وبقية الصلوات؟ لا اختلفوا فيها. نعم. هل تقال أو لا، والذي يظهر والله أعلم أنها تقال بعد كل صلاة. هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أم محمد من السعودية سألت عن الاحتساب، تقول أنا أعمل بعض الطاعات وكيفية كيف أحتسب هذه الطاعة لله عز وجل؟ هل هو بالنية بالتلفظ؟ لا، هو يعني هنا أمر مهم، وهو العمل لابد فيه من أمرين، لابد فيه من مبدأ وغاية. كل عمل لابد فيه من باعث مبدأ، ما الذي حملك على العمل؟ والثاني ماذا تريد أن تحصل من هذا العمل؟ هذان أمران عليهما تدور الأعمال العبادية كلها. كل عمل باعثه الإيمان فإنه عمل صالح، كل عمل غايته إدراك الثواب عند الله عز وجل فهو عمل صالح. ولهذا يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، بين الإيمان والاحتساب. الإيمان غير الاحتساب، الإيمان تصديق القلب والإقرار بمشروعية العمل والتصديق بما جاء من ثواب، أما الاحتساب فهو طلب ذلك الثواب. ولهذا يعني حتى تتضح الصورة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة النسائي من حديث أبي أمامة، قال يا رسول الله، الرجل أرأيت الرجلا أو أرأيت الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، هو يعني يقاتل المقاتلة في الجهاد المقصود، يعني غاية ما يكون من الأعمال الصالحة أن تبذل نفسك لله عز وجل، لكن هذا رجل ما يعني هو يبي الأجر. فضل الشهادة، ويعني يبي أيضا أنه يذكر، يقال والله شو شجاع جري ما شاء الله عليه مقدام. يبي ذكر، يعني له هدف. ما له أي. يعني وش اللي له؟ ماذا يدرك إذا قصد هذين الأمرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. سبحان الله. كرر الرجل المسألة ثلاث مرات. يقول الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، يريد ثواب الله ويريد أيضا مصلحة دنيوية، وهو أنه يمدح ويثنى عليه. ما له؟ يقول لا شيء له. في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنما يتقبل الله من العمل. انتبه للقاعدة، ما كان خالصا، هذا الإيمان. هذا الباعث، ما كان خالصا، أنا صليت أريد ما عند الله، مخلصا لله في عملي، لا أريد ثناء ولا مدحا ولا أي مكسب من مكاسب الدنيا، الباعث لي على هذا العمل هو طلب ما عند الله، هو قصد الله جل في علا أن ما كان خالصا. الثاني وابتغي به وجهه، أي طلب به وجه الله، ثوابه أجره عطاؤه. هنا يأتي القسم الثاني وهو الاحتساب. فلذلك لكل عمل مبدأ ولكل عمل غاية. بداية العمل إذا كانت بداية العمل ناشئة عن إيمان فأبشر، فقد حققت وصف القبول. فإذا أضفت إليه الاحتساب نشط وبلغت الغاية في العطاء من الله عز وجل، وهو أن يكون الحامل لك على العمل الغاية من هذا العمل طلب المثوبة من الكريم المنان جل في علاه. جل وعلا. إذن اتضح معنى الاحتساب. الاحتساب هو طلب الثواب على العمل من الله دون ما سواه، وهذا فرق عن الإيمان، لأن الإيمان باعث قلبي وهو الإقرار بفرضية هذا، اليقين بأن الله طلبه من عباده، اليقين بأنه ينفع الناس، كل هذا مما يتعلق بالإيمان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ حضوركم معنا.